السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتاريخ 21/7/2024 اندلعت مظاهرات في الإمارات. هتخيل الإمارات يحصل فيها مظاهرات، لكن طبعا مش من سكان الإمارات، المظاهرات من البنغاليين أو البنغلاديش موجودين هناك طبعا بكثرة. المظاهرات كانت موجودة هناك بسبب اللي بيحصل في بنجلاديش، فقامت مظاهرات في الإمارات بسبب الاحتجاجات اللي بتحصل في بنجلاديش. فاحنا طبعا عارفين إن في مظاهرات بقالها يومين في بنجلاديش، وفي ناس اتوفت وفي احتجاجات رهيبة جدا. فحصل احتجاجات بقى في كل أنحاء دول العالم، وبينهم طبعا الإمارات، لأن عدد سكان البنغاليين أو البنجلاديش يعني يقارب فوق 1 مليون نسمة. عامة الإمارات فيها 8 مليون شخص غير مواطنين. المواطنين في الإمارات حوالي 3 مليون. تخيل عدد سكان الإمارات 3 مليون، وعدد سكان الغير واخدين الجنسية الإماراتي أو من الهنود حوالي 8 مليون. موجود 3.5 مليون هندي مع الجنسية الهندية، ومليون بنغالي بنجلاديش، ومليون باكستاني، وفي حوالي 1 مليون مصري، وفي حوالي 0.5 مليون أو 1 مليون فلبيني. فدول عدد يعني كلهم حوالي 8 مليون، وعدد سكان الإمارات كلهم يعني حوالي 3 مليون، يعني هم أكتر من عدد السكان الأصليين. والمظاهرات قامت في الإمارات بسبب الاحتجاجات اللي حصلت في بنجلاديش. طبعا بقالهم يومين مظاهرات قوية جدا، وفي ناس اتوفت، والشرطة نزلت وقاموا بالنهاردة الحد قاموا بحظر التجوال. والمظاهرات كانت مندلعة في كل الجامعات والشوارع في بنجلاديش وقوات الجيش. سبب المظاهرات إن كان في قانون اسمه قانون أبناء المحاربين القدامى، أو القانون اسمه نظام الحصص الوظيفية في الخدمة المدنية. وبيقولوا إن القانون ده تميزي، ويعني بيصب في مصلحة حزب رابطة التعوامي، وده طبعا بقيادة رئيس الوزراء الشيخ حسين واجد، اللي دي موجودة في البلد أكتر من 20 عام. المظاهرات دي قامت في أو بدأت في الجامعات. القانون دوت وبيمنح 30% من الوظائف الحكومية لأبناء المحاربين اللي في حرب التحرير ضد باكستان في عام 1971. والمتظاهرين بينددوا باستخدام هذه الحصة طبعا لمكافأة تمويل لحزب رابطة العوامي، ده في يعني عنصرية. فبدأت في الجامعات الاحتجاجات، وبعد كده بدأت في الشوارع، وبقى لهم 3 أيام مظاهرات مستمرة، والنهاردة قاموا بحظر التجوال في بنجلاديش. المظاهرات قوية جدا والجيش نزل. فده يعني كانت نبذة مختصرة عن اللي حصل في المظاهرات في الإمارات النهاردة بسبب البنغاليين، وبرضه كانت نبذة مختصرة عن المظاهرات وأسباب المظاهرات اللي بتحصل في بنجلاديش لحد دلوقتي بقيادة رئيس الوزراء الشيخ حسين واجد، واللي بقالها حوالي أكتر من 20 عام. أشوف حضراتكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.